هنا تجتمع الأفكار والأهداف معا في مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، فهي تعتبر أول مؤسسة متخصصة في مجال الاختراعات، تعنى باكتشاف المخترعين والمبتكرين وتطوير قدراتهم من خلال برامجهم الاستكشافية والإثرائية وتسجيل اختراعاتهم وتحويلها إلى منتجات تجارية تخدم البلد والمجتمع. طبعا نحن كمؤسسة مهتمين جدا برعاية المخترعين والمبدعين في الجمهورية اليمنية. غطينا كثير من الشباب في إطار المشاركات الدولية، حصلت المؤسسة على أكثر من 60 جائزة دولية من العالم، كثير منها شرفت البلد بشكل كبير. طبعا نحن الآن نصل قرابة 500 مخترع وباحث خلال 7 سنوات من إنشاء المؤسسة. الشاب عوض حميش أحد المخترعين بحضرموت، والذي احتضنته هذه المؤسسة برز اسمه في داخل البلاد وخارجها، إذ شارك مؤخرا ممثلا عن اليمن في معرض جنيف الدولي، يسبقها فوزه في ماليزيا حصد فيها ميداليتين ذهبية وفضية لاختراعه. طبعا لسوء الحظ أنه ما استطيع أن أعرض الاختراع على العامة خوفا من سرقة هذا الاختراع لعدم وجود براءة اختراع دولية، وهذا من ضمن الصعوبات التي نحن نواجهها كمخترعين، قلة الدعم، حتى أنه نقدر نوفر براءة اختراع دولية ليرى هذا الاختراع النور. شاركت هذه السنة في معرض جنيف الدولي، أكبر وأهم معرض الاختراع على مستوى العالم، الاختراع لشبكة الحياة. هذا الاختراع سيساهم في حل مشكلة التلوث البيئي الهوائي بنسبة أكثر من 70%. بجهود ذاتية يسقل الشاب باحميش مهارته المعرفية كغيره من المخترعين، يرافقه هذا الجهود اهتماما بالغا من المؤسسة رغم شحة إمكانياتها، حيث حملت على عاتقها هم الوطن والمبدعين. صنعت المئات من الاختراعات في هذه القاعة، وخرج العشرات من المخترعين منها يحملون على عاتقهم بناء ونهضة البلد والمجتمع، بلد لم يمد لهم يد العون ولا ردا للجميل. زكريا محمد لأسبوع البلد المكلا.